انطلاقة جديدة من برنامجنا المشروع الذي يعتني بأبرز وأهم المشاريع والمؤسسات بجهة الساحل. في حلقتنا الأولى باش نقدم لكم مشروع عقاري لدون الطريق السياحي القنطاوي. تابعوا معنا هذا الروبرتاج. عسلامة. مرحبا مرحبا، تشرفوا بك. مرحبا بك. باش تحكينا شويه على الاقامه، شنو ما الحاجات اللي عجبتك في الاقامه؟ الاقامه هذه كتشوفوا فيها مع اقامه رويال على الاخر، معناتها بالنسبه للعائلات التونسيه ساعدها يجيو هنا خير من يجيو للوتيل مثلا بار بيرسون. هنا مثلا عائله تنجم تسكن في ابارتمون زيرو ولا اس ان، معناتها بسوم مرفق، معناتها الناس كلها تتفرج وتشوف، معناتها عباره عن معناتها اوتيل على حاله، معناتها ريزيدونس سيكوريزي بالكدا، فما انترتيان تاع حموم برشا، فما كاف سوتران تاع كراب، معناتها فما شيء في معناتها بيسين في من تالي، فما غازون معناتها بيان انترتوني، معناتها حاجه خرق العاده بصراحه في تونس. هذه حاجه رويال على الاخر، معناتها ما فماش برشا منها. فهمت. انت مقيم لهنا في ريزيدونس لادوس؟ كريت بور 3 سمان لدون، من ريزيرفينا من ديجا من فرنسا و ساتيسفي. صدقني شات مريم عرفت ان بو معناتها بعيده على الحس هكا عزون شويه، نحس روحي احنا هكا ان بو ايزولي تشوفا، معناتها دون نوتر بول هكا اوني بيان اون تو سكيل فو تشوا لو كالم اكي اون بليس لي جون ميم العباد تخدم لهنا سامباتيك تو ميم اللي يجيو لهنا الكل مستفين، جاي مش عديو دي بون فاكونس الوغ اوني بيان تشوفا، متفاهمين الناس الكل عاملين بون كيف والله. الحاجات الباهيه انه هو قريب البلايص الكل، قنطاوي قريب للبحر، عندي لا فامي هنيكايا. فما شكون معناتها لاهين بالبيسين، فما شكون جارديناج، فما دي غارديان، معناتها نادي كاميرات سيرفيونس برك الله، معناتها حاجه خارق العاده بالنسبه للتوانسه فريمون، شيء يعمل كيف. اوني بيان ايسي، اوني ترونكيل، اون تونيزي 5 ans سويسي ترونكيل، والله ترونكيل. مشاهدينا الكرام، ننهيو حلقتنا الأولى من برنامجنا لبروجي. إن شاء الله الحلقة تكون نالت إعجابكم. نتلقاو في حلقة قادمة. Résidence Les Dunes, située entre deux des principaux aéroports tunisiens, Monastir et Enfida, offrant des connexions directes depuis la plupart des villes d'Europe. Ce projet sans égal en Tunisie est le programme immobilier le plus attrayant dans la région. Les Dunes Golf & Spa Resort comprend des studios et appartements à 1,
deux et trois chambres, avec vue sur mer ou sur piscine, dans une construction basse et dans un quartier résidentiel de standing, offrant toutes les options telles que plage au sable fin, terrain de golf à 36 trous, marina, restaurant, disco et autres attractions. La Médina et ses remparts, le Vieux Port et le Vieux Phare sont à 15 minutes. Pour tout renseignement, adresse Tantana Route Meskellil Sous, téléphone 23 010 101, site web www.imoladouce.com.